ظهرنا متعمد. لا ترى اذا وصلت 2000 لايك مالحه وصل لك تايمر ظهرنا نص ساعة. اذا وصلت فيها 1000 لايك تطلع من السجن. الفريق اللي يوصل 1000 لايك في نص ساعة يطلع. اذا ما وصلت الاثنين كلكم تجلسون في السجن. يا رجال احنا للحين للحين ما وصلنا 1000 لايك. ساكت هذا الحين والله ما فهمت شيء يا عيال. الحين 1000 لايك تشوف طبخة. طيب يجي يقيمها المطبخ صح؟ وين النوعية؟ شيف شايف؟ اي اذا اللي طبخته مروحة السجن على طول. يلا مرحبا يا سجن على طول. زين تدخل السجن ينزلون لك تغريده. جمهورك ولا جمهور قناه الواقع لازم يجيب لك 1000 1000 ولا 1500. 1000 1500 لايك في نص ساعه. اذا تعدت في نص ساعه وين 1400. طيب ما جبتها يا ناصر ما جبتها مثل هذا الحين تقعد 24 ساعه في السجن. انتم ضحيه السجن لان كول ما الحين انتم التجربه خلاص اتبعوا حكم طريق مسجد ولا كم من بكره بيدرون ان في سجن وان في من اللي فاز في الطبخه. طيب يا رجال احنا بعد قمنا احنا قمنا انتهى وكذا ومسجد ما ادري في سجن. متى علمنا السجن يوم جاي يقيم قال السجن هو والله اني صدمنا كني الحين يجي الرجال يخبل المطبخ. اقسم بالله ان معتي تهاون صدق. وتدري ايش اللي ما يحضر قال اول شيء قبل ما يقفل قال يلا اللي بيطلع بس يتعدى العتبه برايم. قسم بالله والله عتبه لو تناقز الرجال جاء منه فك الباب. انا ما ارتعت. الرجال شفت يوم تقول يخب جاي يخب ما حتى رد عليه السلام. خذ جواله منه عاين فينا قلت طيب الكاميرا داخل عندكم في السجن. عندهم عندهم صدق والله لهم لهم من حق وابشرك ما في مكيف. لا تكفل له اي والله ريحه السنان رجعت لا غرفه اسود باسود وشمس وما في مكيف. يلا 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 والليت ابيض ساطع. يا ريت ما خسر بكره. طيب اللي خسر بكره انت بكره بجيك بحط وياك بزودها ملح. لا والله تكفو انت طشيت راس. وش تدخل كلهم طيب؟ وين؟ انت دخلت الاربعه لان خسرانين. يا رجال طشيت راس صوتكم ليه الطبخ ما زانت؟ شوف احنا طبخاتنا حلوه. انا اتمنى يخش معي شاعر في السجن. ها عشان ما اقول اسمع اسمع طبخاتنا حلوه بس ليش مشكله؟ كلا طبختهم اول شيء فيها ملح وايد اجي على راسه خلاص بس يبي ياكل عشان يدخلنا كلنا سجن من وجع الراس. اللي كانت هنا ملحه واجد. اللي كانت هنا؟ ايه واللي هناك حلوه كبسه. هي وليش كبسه؟ اللي هناك حلوه مره يا رجل المفروض انه يشوف. لا لا بلا ما احلى من يعني كل اللهم لك الحمد بس اللي كبسة. انا اكلت من ذيك صراحه يا شباب. انا اكلت من اللي هناك القصية. انا تغديت منها القصية. القصية في كبسة يا شحن القصة. اي في في اللي فوقها الطبخة اللي فوقها فيها ملح زيادة ولا الرز. لا يا شيخ انت تتكلم القصية على قولتك دجاجها زين. الملح هنا ملح ورزهم ناشف. تدري ليه ملح؟ ما في الاكل يزود. انا مو بصح لا لا ما حط احنا ولا كل يصب الملح كله ما حط ملح حطيه اذا طلع. ما عندكم عفان ما عندكم غير السوالف في السجن. فلان ما بخر فلان ترك طشيت راس سلمى من قديم وسلمى خلاص السوالف خلصت دي صعبه. ما غنينا وسولفنا وضحكنا. خير اسمعكم الحين سوينا وسوينا جلسات مصارحات سوينا كل شيء. انا اسمعكم الحين بعلمك حاجه اتنكه هذا حق تستكرى. ايه ما عندنا غير السوالف في الدوام فلان ما بخير وفلان ترك. ابي الثاني ذاك اسمه مرزوق يقول ما عندهم ما عندهم اللي صاحب شيء وش يقول عقب اي صاحب وش يقول دحدر عقب شاب دحدر سوات العالم من الدحدره. اقدره من قبل وظيفه في السناب من يوم ما ضفته ما عاد اقدره. ايه له قيمه يعني يا والله انا هي فعلا اي والله فيها شيء اقدره من قبل وظيفه في السناب من يوم ما ضفته ما عاد اقدره. يا ولد انا اضربها على مرحبت حي الله بالراحة حر خلاص خلنا نسمع. زايد زايد عجبتك عند السجين الله يطول عمرك. شو بساعدكم حيوان يعني ابو بحسب استعد يا ابو محمد ترى في الشدايد وتبينون رياجيل. اوكي اوكي حيوان الراس سباجيتي ابو برا ابو برا عند الباب يغني سالم عبد الله يقصد بس الى متى يا اخوان؟ طيب الى الى انت بس الساعه 6 الصبح تدخلون داخل يبطلون المرقص. طيب انتوا طيب انتوا طالعين عشان فقره احنا عشان فقره الاهالي ترجعون اخر في مت بعد فقره الاهالي بالمباشر. شلون لك يا خمس دقائق اذا ما رجعنا عينا خصم 1000 بالله صدق مضبوط يا سلامات كارثه ها كارثه جدا بعد 6 الصبح او بعيد او بعيد مره أو فرح جالك تدخل ذا لا إن شاء الله يا رجل. ليه؟ أنت هسه تطبخ أطبخ خشبان والله. أنت ضدي تريك ضدي بكرة. أنت ضدي. تري أنا نص ساعة ما أعرف أطبخ. لحظة تعال تعال تعال. أبو فرح تريك أنت بكرة تعرفون تطبخون أنت وهباس.
انا بعرف اطبخ انا ناصر. ليل يا ليل من انت من انت ليله. اي والله نواف نواف سؤال، الشاي الاسود من وين؟ الشاي الاسود. طيب اوكي اوكي يا رجل، انا بصادم عيفا خلاص، بقعد اصادم عيفا. قبل كنت اسولف معه، الحين اسولف معه، الحين بقعد اصادمك. صادمني يلا. كيف اصادمك يعني؟ ما ادري انت كيف تصادمني، عشان تصادمني. اول صادمتك. شلون؟ كنت خلت تدخل سجن عشان قصير ومدري ايش. يود ردوده قويه. عيفا ردوده قويه. كذا رده يمكن يخليك خمس دقائق تفكر ايش ترد عليه. ايش عنده؟ ايش فيه؟ صادم. الحين سلطان اسمي تاخذ الانف وتذبح الغيره. معليش تكلم عن نفسه. يقول انا ما اقدر اذبح. لا 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 ما تقدر تذبح انت. اتكلم لا برد. يلا وش بترد فيه؟ وش عندك انا؟ ها؟ وش عندي؟ عندي اللي مو بعندك. وش هو؟ ها؟ شاعر؟ لا لا عندي الشعر وعندي الثقه بالنفس والمرجع. لو سمحت لا تغلط. لا لا ما غلط. لا تغلط. لا ما غلط. انا كسبها مرج لو انشاد وحضور. كفو! قاعد يمدح. لا عاد علي تسبي. النجم سلطان اسمه. نعم. يكفينا الجميع عند هذا الاحساس ملامس لعقل الباطن. يعني انت نجم سلطان السمي. انا احس تدري وش؟ احس انه مو مقدم، مو ما تقدم سلطان السمي، ما جاء دخل برنامج. احس انهم جايبينه عشان يرفع الكفه يوازن المتسابقين. ما عليك زود، الان انا اقدر اقول ما عليك زود. يا حبيبي. نفس الحكايه. الان سلطان. طيب خالد الروقي. انا سلطان ولا سعود الان؟ انت الان سلطان. سلطان؟ سلطان 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 سلطان. اربع. فات اليوم الثاني جيت. سلطان. ابن سلطان. ابن سلطان. ابن سلطان. يا حبيبي سعود. ابن سعيد. ابن سعد. ابن سعد خالد. سعيد. ابن سعيد. ابن سعيد لما لمدا. ايش رايك اسولف لك بقصه سعود سلطان؟ يلا يلا بس. وش انا بعرفها قصه سعود سلطان ذي؟ هذه يا شباب في سكريبت 89 راح نقول لكم. هذه بيني وبين. لا لا يمكن 97. ايه. اذا تمد. حي والله في الروس. انا اترك حي من جاب المعامل وقتها. رطب والله 70 نعم. اي والله والله 70 نعم. تنقال اقولها حاضر وغايب. ابعد وكان لا شفت القوى انطربت وششت وششت انطربت. حي والله في الروس. خليني اجيب الصحن.